أسعد الله أوقاتكم بكل خير. الشباب هم كنز الوطن وعماد مستقبله، هم الثروة الحقيقية التي تتباهى بها الأمم، وفي الإمارات هم الحاضر والمستقبل، هم الأمل في بناء غد أفضل، وبهم ترتقي الأمم، وبسواعدهم وطاقاتهم يبنى المستقبل. منذ تأسيس دولة الإمارات والشباب نصب عينها، هم محور آمالها وركيزة أحلامها وتطلعاتها وأساس كل مشروع نهضة وتنمية وإعمار للدولة. أولتهم أهمية كبيرة من أجل تمكينهم ليكونوا قادرين على تحمل المسؤوليات. واليوم شباب الإمارات هم مضرب مثل في الريادة في مختلف المجالات والتخصصات، والأجمل بأن رؤية الإمارات ورؤية قيادتها وقلبها الكبير يتسع بمبادراته وعطاءاته ليشمل الشباب العربي الذي سجل بعضهم قصص نجاح احتضنتها الإمارات. أهلا بكم في 30 دقيقة. مهم الواحد يشد الحزام ويرحل ويجاهد على أساس يرجع متسلح جاهز يستلم الراية. انطلاقا من الماضي ومرورا بالحاضر، تثبت دولة الإمارات يوما بعد يوم أنها نموذج عالمي مبتكر في تمكين الشباب عبر الإيمان بقدراتهم وطاقاتهم، حيث تحرص قيادة الدولة في كل خطوة على تعزيز دور الشباب وأعدادهم لمواجهة تحديات الغد. لذلك سخرت جميع مؤسسات الدولة الأدوات والوسائل التي تدعم جهود الشباب لبناء وطن يعتمد على اقتصاد معرفي ومستدام، واعتمدت مختلف البرامج والمبادرات لتفعيل مشاركة الجيل الجديد في العملية التنموية الوطنية. فتحت مظلة المؤسسة الاتحادية للشباب وغيرها من المؤسسات الوطنية أطلقت العديد من المبادرات، ومن ضمنها الحلقات الشبابية، وهي منصة شبابية حوارية لمناقشة قضايا الشباب وتطلعاتهم. فخر، هذه المبادرة تهدف إلى جعل الفخر بالتضحية والعطاء للوطن هوية وطنية، ويهدف موجه 100 إلى توجيه الشباب وتعزيز مهاراتهم في مختلف المجالات. كما تشكل مبادرة بمجهود الشباب نقلة نوعية لتوظيف مهارات الشباب للعمل على مختلف المشاريع الوطنية. وضمن مبادرة بمجهود الشباب افتتح مقهى فلو الذي يعد مقهى ومنصة اجتماعية تقدم تجربة نوعية للتواصل. ويأتي البرنامج الوطني لقيم الشباب الإماراتي لتعريف الشباب بالقيم الإماراتية وتعزيزها ونشرها للعمل بها. أما خلوة الشباب فهي خلوة وطنية يشارك فيها الشباب في وضع أجندة عمل وعرضها على القيادة. أجندة الشباب هي أجندة وطنية تهدف لأن يكون الشباب الإماراتي نموذجاً للتأثير الإيجابي في العالم. ويعد برنامج قيادات حكومة الإمارات برنامجاً لبناء قيادات متميزة وواعدة وتطويرها ضمن أفضل المعايير العالمية. أما محطة الشباب فهي محطة توفر للشباب فرصة إطلاق مشاريعهم التجارية مجاناً من خلال محطات خصصت لهم. وأخيراً تفعل مبادرة شباب 101 قنوات التواصل بين الشباب والجهات الحكومية للتعرف على طريقة عمل تلك الجهات. ونحو المستقبل تسير دولة الإمارات بطموح شبابها، ويبنى المستقبل بطاقاتهم وقدراتهم ومهاراتهم، وينجز التقدم نحو غد مزدهر بسواعدهم. صباح الخير. صباح النور. هذا أحلى وقت، صح؟ كيف ما كانت حالتهم لما يصحوا؟ بحركة بسيطة عيلتي كلها تبتسم. نوتيلا بطعمها اللذيذ والفريد مع أجود أنواع البندق والكاكاو تخلي الكل يحب الصباح. صباح الخير. نوتيلا، ورا كل بسمة.
تحصلوا على فرصة ربح مجموعة الفطور من ديلونجي عند شراء أي عبوة ترويجية من نوتيلا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة الليلة من 30 دقيقة والتي نناقش فيها موضوع الشباب، ويسعدنا أن نرحب بضيفي معنا هنا في استوديو 30 دقيقة الأستاذ راشد الشامسي مدير إدارة المبادرات في المؤسسات الاتحادية للشباب. أهلا ومرحبا أستاذ راشد، سعداء بوجودك معنا، وأنت اليوم أيضا تمثل الشباب الذين ستتحدث عنهم إن شاء الله في طوال هذه الحلقة. دعني أبدأ معك في التأصيل للموضوع، من هم الشباب بداية؟ يعني الفئة العمرية ما بين كم وكم هذه تعتبر فئة الشباب؟ يا مرحبا بك يا أخوي سهيل، وأول شيء أشكركم طبعا على إتاحة الفرصة هذه لإتاحة أو إثارة موضوع الشباب إن شاء الله بشكل عام. سعيدين طبعا بتواجدنا وياكم، وإن شاء الله يعني نكون يعني نلم بجوانب الملف الشباب بشكل كامل. اليوم دولتنا طويل بعمرك تم اعتماد المرحلة العمرية من 15 إلى 35 عام كسنة ك ك ك, ك سن للشباب، بناء طبعا على يعني الاستراتيجية أو أجندة الوطنية للشباب بشكل عام. نعم. واليوم طبعا نسبة الشباب اللي موجودة في الدولة يعني تقريبا في حدود 50% من الشباب. 50% من الشباب. نعم. 50. يعني طيب إذا قارناها أستاذ راشد في هذه النسبة. نعم. في الدول الأوروبية، الدول خارج منطقتنا العربية دعنا نقول، هل تعتبر نسبة مرتفعة أم كيف ينظر لها؟ نعم، إذا إحنا نتكلم عن إذا قارناها مع الدول الأوروبية طبعا بتكون نسبة مرتفعة، لأن الدول الأوروبية نسبة الشباب عندهم أقل عن أقل بكثير عن نسبة الشباب الموجودة في العالم العربي بشكل عام. فنسبة الشباب عندنا نحن 50% تعتبر نسبة مرتفعة، ونشوف نحن حماس الشباب وطاقة الشباب هذه المتواجدة عندنا بشكل عام. إحنا نتكلم في 50 سنة تصل الإمارات إلى الريخ وتكتشف الزهرة والواءات كثيرة ما شاء الله. هذه أيضا يعني تحتاج إلى محرك، والمحرك هم الشباب. صحيح. الشيخ زايد الله يرحمه، الشيخ خليفة الله يرحمه، كان عندهم إيمان راسخ في الشباب أن هذا هو المحرك الرئيسي. مرحلة التأسيس مرحلة الشيخ زايد الله يرحمه، ثم مرحلة الشيخ خليفة الله يرحمه كانت مرحلة التمكين، واليوم في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هي الانطلاق إلى المئوية، وهي كذلك تعتمد على الشباب. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قال أن الثروة الحقيقية والمكسب الفعلي للوطن يكمن في الشباب، حددها في الشباب وليس في النفط أو البترول، لم يقل في أي شيء آخر. قال الشباب الذي يتسلح بالعلم والمعرفة. الآن كيف ترى وتقيم اهتمام الدولة في الشباب والقيادات يعني وتمكينهم باعتبارهم هم المحرك الرئيسي للدولة؟ نعم أخوي سهيل، منذ قيام الاتحاد وملف الشباب هذه مهتمين في قيادتنا بشكل كبير. طبعا يعني ملف الشباب كان منتقل من وزارة إلى هيئة إلى مكتب إلى والآن مؤسسة مستقلة حاضنة للشباب بشكل عام. اليوم الشباب نحن نشوفهم متواجدين في المحافل العالمية، اليوم بتحصلهم في كل التخصصات، موجودين في مثل ما تفضلت اليوم شبابنا موجودين في يعملون في قطاع الفضاء ويعملون في القطاعات الأخرى كذلك. دعم القيادة لنا ودعم حكامنا جزاهم الله خير أعطاهم دافع كبير يعني الاهتمام بالملفات الخاصة بالشباب. اليوم نشوف فرص للشباب بشكل كبير، وزراء لدينا مجموعة. نعم. كبيرة من الوزراء. نعم. لدينا شخصيات مهمة وقيادية في الدولة من الشباب، لدينا يعني لا دون أن أذكر أسماء محددة، لكن لدينا فريق إداري كبير في الدولة في مناصب عليا جدا. صحيح. من الشباب. صحيح صحيح بالضبط، وهذه طبعا اللي خلى الشباب بنفسهم يعني ننظر لهم اللي كإطلاق السياسات متخصصة حكومية متخصصة للشباب نعمل فيها بشكل مباشر، وطبعا من خلالها تطلع استراتيجيات وخطط عمل كبيرة من طبعا من الشباب وإلى الشباب بشكل عام. لأن الشباب هم عندما نقول إلى سن 35 هم هؤلاء الذين يحتاجون
التمكين بداية، لأن هذا خريج جديد. صحيح. هذا قد يكون التحق في عمل، لأن كل بعض الدراسات تستمر 7 و8 سنوات، يعني قد يكون حديث في العمل، إذا هو بالمحصلة يحتاج إلى الدعم. دعني أسألك أستاذ راشد عن مبادرات المؤسسة الاتحادية للشباب. نعم. ما هي المبادرات الداخلية التي تقدموها لشباب الوطن؟ نعم، اليوم أخوي أسهل، نحن اليوم عندنا يمكن أكثر عن 40 مبادرة بشكل عام موجهة للشباب بشكل كبير، بس نحن ننظر للشباب لاستثمار طاقاتهم، وكذلك توجيه الشباب بشكل أكبر طبعا من خلال المبادرات اللي تم إعلان عنها. وطبعا من غير المبادرات هذه توجد عندنا أكثر عن 72 خدمة نقدمها للشباب هذه بشكل مباشر. اليوم خليني أكلمك أخوي سهيل عن جزء من المبادرات هذه. عندنا أبرز مبادرة اليوم يمكن وتم إطلاقها منذ تأسيس المؤسسة، اللي هي حلقات شبابية. اليوم حلقات شبابية يعني تم تنظيم أكثر عن 300 حلقة خلال السنوات الماضية. طبعا استهدفنا من خلال الحلقات هذه تم إقامتها في 35 مدينة حول العالم، طبعا بحضور عدد من القادة والوزراء ورؤساء الدول، واستفاد منها تقريبا في حدود 40,000 شاب خلال الفترة الماضية، اللي هي الحلقات الشبابية. حلقات الشبابية، فكرة الحلقات الشبابية أن نحن نشرك الشباب في نشركهم في الحوار نفسه، نشوف يعني نقيس تفاعل الشباب، نشوف شو المواضيع اللي تهمهم، طبعا مع بالتعاون مع الجهات المعنية نطلع بتوصيات معينة من خلالها يتم تنفيذها، في سواء كان كتوصيات وكذا. عندنا كذلك المدرسة المهنية لشباب الإمارات، هذه المدرسة يعني لتجمع الشباب بشكل كامل وتعطيهم شهادات مهنية. من خلال المدرسة طبعا هذه تم تنظيم برنامج الاقتصاديين الشباب، طبعا من خلال هذا البرنامج تم تخريج 50 شاب في مجال الاقتصاد بشكل عام، واللي من خلالها طبعا الشباب يعني أخذوا الأساسيات بشكل كبير، أساسيات الاقتصاد في المال وريادة الأعمال بشكل عام، وأساسيات التداول والاستثمار والأمور هذه. الشيء الحلو والمميز أخوي سهيل أنه من خلال المبادرة هذه تم تقديم منح للشباب بشكل كبير اللي بيستكمل دراسته في مجال الاقتصاد. هي نعم، بالتعاون مع وزارة الدولة وزارة شؤون الرئاسة، هم اللي قدمونا منح للشباب بشكل كبير. اليوم ننظر طبعا او من خلال طبعا قبل خلال الاسبوع الماضي تحديدا تم ابتعاث اول مواطن الى العمل في بنك النقد الدولي. ما شاء الله. نعم، وهو تابعنا اخبار. هي نعم، وهو خريج من 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 برنامج الاقتصاديين الشباب. ما شاء الله. هذا يعني هو كان خريج من هذا البرنامج الذي تقدموه أنتم. نعم. وتم تطويره، اليوم هو أصبح على قدرات عالمية، بالتالي التحق في البنك. صحيح. النقد الدولي. صحيح بالضبط. كذلك عندنا مساحة الشباب أو محطة الشباب، وهي طبعا مبادرة متكاملة نحن نقدم ونأسس المشاريع الشبابية من الصفر، ومن خلالها طبعا يتم احتضان المشروع من 6 أشهر إلى سنة، ومن بعدها يطلع المشروع بشكل كامل للعالمية. طبعا هذه المساحات اليوم عندنا أكثر عن 40 مساحة على في أبرز المساحات الحيوية في الدولة لمشاريع الشباب. لمشاريع الشباب. نعم. دعنا نقول اللي هي المشاريع الصغيرة والمتوسطة. نعم بالضبط. ماذا تقدموا فيها للمشروع لمشاريع نحن الشباب؟ هذا المشروع نقدم للشباب مساحة مجانية في أبرز الأماكن الحيوية، كذلك من بعدها يتم تطوير المشروع هذا عبر الهوية المرئية للمشروع، ومن خلالها طبعا يتم تقديم دورات مجانية وتطويرية في ريادة الأعمال، سواء كان في مجال التسويق وفي مجال الإدارة المالية والأمور هذه حق المشروع نفسه. جميل جميل. ويعني للتو عرضنا تقرير. نعم. يعني كان المبادرات التي تقدموها هناك مثلا خلوة الشباب، أجندة الشباب، برنامج قيادات حكومة الإمارات. صحيح. للشباب، محطة الشباب يعني لإطلاق مشاريعها، شباب 101. صحيح. أيضا هذا شباب 101 اللي هو أساسيات الشباب. نعم أساسيات. نعم. الشباب، وهم يعني هو أيضا هي. نعم. يعني الديجيتال هي 101. صحيح. فهي. صحيح. هذا القصد كان. نعم. أن. نعم. شباب الديجيتال بالضبط، وهذه الفكرة من هذا البرنامج تحديدا هو تقديم
المعارف والخبرات للشباب بشكل كبير. يمكن تم إقامة 4 دورات متكاملة، دورة في العمل الحكومي بشكل عام حضرها أكثر عن 20 وزير وقائد ومسؤول، عندنا كذلك أساسيات ريادة الأعمال، عندنا كذلك أساسيات التخصص الأكاديمي ومهارات المستقبل، ومؤخرا تم إطلاق أساسيات بناء المسكن للشباب، ونقدم لهم طبعا يعني المعارف الخاصة بالبناء، كيف نوجه الشباب من قبل ما يبني البيت، كيف يقدر يعني الديكور والتصميم نعم من الأساس، من عقد المقاول إلى أن يتم تسليم مفتاح البيت بشكل كامل. طيب، منظومة تمكين الشباب حدثنا عنها، يعني هو للتو كنا نتكلم معك أستاذ راشد أن الشباب إلى سن 35 هو يحتاج إلى متابع، يحتاج من يأخذ بيده، يحتاج إلى من يعني يراوي الطريق وين كيف يتحرك كيف يمشي حتى يحقق الانطلاق فيما بعد. هذه عندكم منظومة تمكين الشباب، حدثنا عنها. نعم، منظومة تمكين الشباب مقسمة لقسمين، القسم الأول هي مجالس الشباب. اليوم نشوف في كل إمارة عندنا مجلس الشباب، هذا المجلس الشباب هو يتم تقديم برامج بشكل مباشر مع المجلس التنفيذي أو الدواوين بشكل مباشر وتقديم أفكار للشباب. كذلك عندنا 3 مجالس فرعية، وكذلك عندنا أكثر عن 120 مجلس مؤسسي ووزاري على مستوى الجهات الاتحادية بشكل كامل. طبعا هم الذراع الأساسي لنا في تنفيذ المبادرات المؤسسة بشكل كامل، و طبعا هم بعد يقدمون برامج كثيرة ويمكن على مستوى الدولة أو داخل الدولة وخارجها حتى في التمثيل الخارجي. كذلك يعني في نهاية العام الماضي تم إطلاق مؤشر تمكين الشباب. هذا المؤشر تمكين الشباب اللي هو الشق الثاني من الشق الثاني. نعم، الشق الثاني. هذا الشق الثاني أستاذ راشد سوف نتحدث عنه بعد إذنك. في الشق الثاني أيضا من البرنامج الأستاذ راشد الشامسي مدير إدارة المبادرات في المؤسسات الاتحادية للشباب. نحن مستمرون نحن مشاهدين الكرام، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. نحن نقدر نتقدم بشيئين، بالعلم وبالكوادر الوطنية المميزة. كل ما يقترب الإنسان من هدفه، كل ما الرؤية صارت أبعد وأوسع. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد. لوز كامل داخل حشوة من الكريمة السلسة ومغطاة برقائق جوز الهند الخفيفة. رافاييلو، عبر عن شعورك للي تحبه. ها؟ ايه، ما الطبيعة كلها عجيب. ريد بول بيعطيك جوانيح. أرحب بكم مجددا مشاهدين الكرام. تسعى دولة الإمارات دائما إلى دعم الشباب العربي من خلال مبادرات نوعية تمكنهم وتعزز من دورهم في بناء المستقبل. فلنتابع هذا التقرير ثم نعود لاستكمال نقاشنا مع الأستاذ راشد الشامسي. تقوم سياسة دولة الإمارات على الاستثمار في الإنسان وخاصة الشباب، الثروة والرافد الأساسي لمسيرة التنمية المستدامة.
شباب فتحنا لهم مدارس، فتحنا لهم علم، ثقافة، جلبنا لهم العلماء من شتى الأماكن، كل لأجل ينفعون أنفسهم أولا ويرضون أهلهم وينفعون الدولة، لا أكثر ولا أقل. في بدايات عام 2016 أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله توجيهاته بتشكيل حكومة المستقبل التي شهدت إعادة هيكلة شاملة تركز على تمكين الشباب وتعزيز جودة الحياة وتمكين الدولة في مجالات استشراف وصناعة المستقبل. وفي أكتوبر 2016 عقدت الخلوة الشبابية الأولى على مستوى الدولة، والتي جمعت أكثر من 150 شاباً يشكلون نخبة من الاستراتيجيين والمفكرين والمبتكرين. كما اهتمت الحكومة بأكبر فئة في مجتمعها من خلال إنشاء مجالس ومراكز ولجان تهتم بالشباب وتطور مشاريعهم وتدعم توجهاتهم، حيث تم إنشاء المؤسسة الاتحادية للشباب ومركز ومجلس شباب الإمارات الذي يضم في عضويته شباباً من مختلف القطاعات على مستوى إمارات الدولة. تعد الإمارات نموذجاً يحتذى ليس فقط في تمكين شباب الوطن بل أيضاً الشباب العربي، فهي من تحتضن مركز الشباب العربي الذي يوفر مساحات إبداعية وموارد متنوعة وبرامج ومبادرات مختلفة ترمي إلى تنمية مواهب الشباب ومنحهم المساحة اللازمة للإبداع. ومنذ تأسيس المركز نظمت العديد من البرامج والفعاليات لدعم الشباب العربي، مثل فعاليات برنامج القيادات الدبلوماسية العربية الشابة الذي شارك في دورته الأولى 43 من الكفاءات الدبلوماسية الشابة من 6 دول عربية، وبرنامج الزمالة التقنية للشباب العربي الذي تم إطلاقه لتمكين الشباب بمهارات التكنولوجيا والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. كما يهدف مركز الشباب العربي إلى التركيز على المجالات المختصة بريادة الأعمال وتطوير المهارات الشخصية والثقافة والفنون والتنمية ودمج الشباب وإشراكهم في مختلف قطاعات المجتمع. نرحب بكم مجددا مشاهدينا الكرام في حلقة الليلة التي نناقش فيها موضوع الشباب، وأرحب مرة أخرى بضيفي هنا في استوديو 30 دقيقة السيد راشد الشامسي مدير إدارة المبادرات في المؤسسة الاتحادية للشباب. كنت ختمنا معك أستاذ راشد، كنت تتكلم عن موضوع منظومة تمكين الشباب وتحدثت عن المجالس وهي كذراع تنفذ الدور المؤسسة الاتحادية للشباب في إمارات الدولة، وهذا هذا الشق منظومة الشباب الأول. الشق الثاني قلنا بيكون في الشق الثاني الآن. نعم نعم نعم. الشق الثاني أخوي سهيل هو مؤشر تمكين الشباب. مؤشر تمكين الشباب هذا تم إطلاقه في نهاية العام الماضي، بس قبل ما تم إطلاقه أوردي كان يعني تم العمل من بداية عام 2021 على عدة مراحل. في البداية يعني تم الاطلاع على أبرز التجارب الموجودة بشكل عالمي، شو ما هي التمكين الشباب في الدول العالمية. من بعدها تم عقد جلسات مع الشباب من مجالس أو من المؤسسات الاتحادية بشكل عام، تم أخذ النقاش معهم بشكل مباشر ويعني الخروج بتوصيات معينة خلال تنفيذها في استراتيجيات. المرحلة الثالثة تم العقد مع قادة المؤسسات الاتحادية ومناقشة الاستراتيجيات هذه بشكل كبير. والمرحلة الرابعة تم تطبيقها على مستوى القادة، والخامسة تم اعتماد سياسة تمكين الشباب في الدولة بشكل عام، واللي هي تم إطلاقها خلال نهاية العام الماضي. الفكرة منها أخوي سهيل أن نحن كيف نقدر نمكن الشباب هذه خلال الجهات الاتحادية. تم طبعا تم إطلاق هذا المؤشر بحضور أكثر من 30 جهة اتحادية، وهم اللي تم استهدافهم في المرحلة الأولى لتطبيق هذا المؤشر. طبعا هذا المؤشر يقوم على ركائز عدة، مثل صوت الشباب يتكلم عن موضوع الفرص، يتكلم عن موضوع الإرشاد للشباب، تتكلم عن الغاية من هذه التحدي، وتتكلم عن التطوير المستمر للشباب. فتم قياس مؤشر تمكين الشباب هذه في 30 جهة اتحادية، وطبعا تم الإعلان عنها خلال النتائج هذه خلال العام الماضي.
المراحل القادمة اللي نستهدفها من خلال المؤشر هذا بيتم تطبيقها إن شاء الله على مستوى محلي في الإمارات المحلية، ومن بعدها سيتم تطبيقها على القطاع الخاص، ومن بعدها يعني يتم تطبيقها تصدير هذه التجربة بشكل عالمي إن شاء الله. يعني تمكين الشباب، أنتم اليوم من خلال تعاونكم مع المؤسسات الاتحادية والمحلية أنتم تتابعوا نسب الشباب في المؤسسات هذه. نعم. هل عندكم نسبة محددة أو أنتم فقط الآن في طور المتابعة كم نسبة الشباب في هذه المؤسسة في هذه المؤسسة، ودائما تطلبون زيادة نسب الشباب في هذه المؤسسات لإعطائهم الفرص؟ نعم، في هذه في نهاية الورشة هذه تم الإعلان عن كل مؤسسة كم المؤشر الشباب الموجود عندها. ودورنا نحن في المؤسسة الاتحادية نراقب بشكل كبير نمو هذا المؤشر، يعني نشوف تصاعده من بين المؤسسات هذه، وتم إعلان عنها طبعا في نهاية كل عام. والمطلوب أن ترتفع هذه النسبة. طبعا المطلوب طبعاً ارتفاع طبعاً هذه النسبة. ارتفاع هذه النسبة يعني أن هناك فرص يتم إعطائها للشباب. جميل. صحيح. اليوم هذا دور وما يقدم للشباب في دولة الإمارات يعني هو شيء مهول، شيء كبير، ونرى النتائج من فضل الله على الأرض، نتائج نجاحات الدولة لا تعنى فقط في شباب الإمارات لكنها تفكر أيضا في الشباب العربي. يعني هناك الكثير من المشاريع التي تم إطلاقها على مستوى الدولة للشباب العربي. اليوم حتى في ضمن الإحصائيات الشباب العربي يتمنى أن يتواجد في دولة الإمارات. صحيح. يعيش ويعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة. أسألك عن مبادرات التي تقدم للشباب العربي، ولماذا يتمنى الشباب العربي أن يكون في دولة الإمارات؟ تمام. طبعا لماذا يتمنى الشباب؟ لأن الفرص الموجودة في عندنا في الدولة بشكل كبير، ودعم القيادة لملف الشباب هو اللي يخلي الشباب العربي يطلعون أن يعني يحصلون إقامة في دولتنا في دولة الإمارات. ومن خلالها طبعا يعني من خلال حتى المبادرات عندنا أكثر عن 20 مبادرة اليوم موجودة موجهة للشباب العربي. يمكن أتكلم عن برنامج واحد هو برنامج إعداد القيادات الشبابية في العربية. في سنويا تم تخريج أكثر عن 100 شخص عربي. نعم، في هذا البرنامج. والحلو والمميز أنه قبل ما يعني يغادرون البلاد يحصلون فرص وظيفية لهم بشكل كبير، سواء كان داخل الدولة أو المؤسسات أو شبكات العلاقات اللي موجودة عندنا في المركز، لأنه هو يتم تجهيزه على أعلى المستويات. طبعا. ويصبح مؤهل للقيادة والإدارة، وهذا ينجح في دولة الإمارات، ونتمنى إن شاء الله أن ينجح أيضا في الدول العربية. صحيح. يعني هناك أيضا نقطة أود أن أشير لها، هي الإقامة الذهبية للمتميزين. هناك تم كل من النتائج الثانوية للتو ظهرت، ومن فور يعني شيوخنا الكرام الله يحفظهم قاموا بمبادرة بإعطاء العشرة الأوائل وعائلاتهم. يعني هو لم تقتصر فقط على الشاب هذا، هو وأهله جميع الوالد والوالدة والعائلة بالأكمل حصلوا على الإقامات الذهبية، وهذا أيضا من دعم الدولة للشباب العربي. حدثنا الآن فترة الصيف الإجازات وصيف الإمارات الجميل. صحيح. هو صيف دافئ، لكن هذا صيف بلادنا، ونحن يعني نحب فصل الصيف في دولة الإمارات. ما هي المشاريع المقدمة في الإجازة الصيفية للشباب؟ يعني نعلم أن تنشطوا جدا. صحيح. حتى لا يتحرك الشباب أو يفرغوا طاقاتهم في شيء غير مرغوب. نعم، البرامج نحن نقول برامج صيفية هي برامج استثمار أوقات الفراغ بشكل عام. طبعا حاليا يعني يتم العمل على إطلاق المخيم الصيفي في النسخة الثالثة. هذا المخيم الصيفي اللي هو أكبر منصة لبناء قدرات الشباب على مستوى الدولة بشكل كبير، منصة حاضنة للمواهب والفنون ولكل المهارات تحت مظلة واحدة. طبعا يتم تنفيذها خلال المراكز الشبابية المنتشرة في الدولة، ويتم تقديمها خلال مدة شهر، يعني سيتم إطلاقها إن شاء الله 30 يوم. نعم، سيتم تقديمها خلال يعني نهاية الأسبوع الجاري، سيتم الإعلان عن الفعاليات هذه وعدد الشركاء والفعاليات بشكل كبير. كل التوفيق إن شاء الله ونجاحكم،
يعني بالمحصلة إن شاء الله نجاح لشباب الوطن، وأيضا نجاح يصدر وخبرات ما النجاحات الإماراتية تصدر دائما للأشقاء العرب. الأستاذ راشد الشامسي مدير إدارة المبادرات في المؤسسة الاتحادية للشباب، شكرا جزيلا لك. نعم، وشكرا على الاستضافة. الله يحفظك، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع. دمتم بحفظ الله ورعايته، في أمان الله.